مرحبا بك على اسبيرونس دو تونس بونيت. مرحبا بك على اسبيرونس. مرحبا بك في الاسبيرونس بوسك نوفو جوور معانا. ان شاء الله كيف لقيت الجروب كي جيت؟ والله الجروب معنا تبارك الله معنا نعرفوا بعضنا عن فما جوارات لعبوا معايا كيت ناشونال كادي 2009، فما جوارات كانوا معايا في النادي الافريقي قبل، فما جوارات معنا بريسك كنا نلعبوا مع بعضنا في المنتخب الوطني اكابر. الأجواء بالنسبة لي أنا عادية عائلية، الانتيغراسيون تبارك الله من النهار الأولاني نتفاد ليك وجو أمبيونس باهية، وإن شاء الله ربي يجيبنا التطوير وإن شاء الله شنو. شنو هما لي زومبيسيون نتاعك مع ليسبيرونس إن شاء الله؟ لي زومبيسيون نتاع كل جوار يلعب في جمعية كبيرة، جمعية مطالب باش تجي تلعب على الخاص، هذا مسير في رقم كبار في تونس لازمك تجي باش تعطي الفلوس. ترجي مش انا باش نحكي عليه ولا باش نقول الفريق معناها في ما يهزش في كروات معناها تسمى نكسه بالنسبه لي بالنسبه للفريق. العام اللي فات عدى عام مش في المستوى، ان شاء الله السنه الاولاد الكل نخدموا ورا رواحنا نحطوا اليد في اليد وبقدره الله ان شاء الله في مكان كبير. الاوبجيكتيف هو باذن الله ان شاء الله معناها نحاولوا نلعبوا على الالقاب الممكنه الكل، خاطر الترجي معناها بالافكتيف الموجود ان شاء الله في مقدورنا باش نلعبوا على الالقاب الكل وان شاء الله ربي يجيبنا في السوبر. كلمه جمهور الترجي في الاخر. بون ان شاء الله نكونوا في المستوى وان شاء الله كيما عرفتوا اسامه الدوغاني في المنتخب الوطني ان شاء الله تراوه بنفس الروندمون بنفس الروح في الترجي الرياضي التونسي. اليوم شنان جديد بالنسبه لي انا، ان شاء الله نوفق فيه وان شاء الله ربي يجيبني في السوبر ونعطي الاضافه لاصحابي ونفرحوا جميع الترجي. ميرسي اسامه، بون شانس.